بس انا بتكلم على بلجيكا. انا بلجيكا فرقه عظيمه جدا وكل الناس قالت لك مرشحه بشكل كبير جدا. خسرت في كاس العالم، طلعت برضو في كاس العالم سيمي فاينل، ودلوقتي بتطلع في دور الثمانية. والجيل ده ما اعتقدش ان هو قدامه غير كاس العالم اللي جاي. وانا شايف من اس يعني من دور قبل النهائي دلوقتي دور الثمانية بيطلعوا، الموضوع بيبقى اوحش مش احسن. والله بص، انا دايما في حاجات في الكوره بالنسبه لي بتبقى مسجز، بتبقى دليل بالنسبه لي ان في حاجه مبنيه غلط. مثلا انا ضد استدعاء فكره استدعاء تيري أنري مره تانية للجهاز قبل البطوله باسبوعين. انت النهارده تيري أنري خلاص كان راجل شغال معاك في وقت معين في كاس العالم، مش بقول ده السبب يعني، مش انا مش مجنون، لكن انا في بالنسبه لي حاجات ليه يعني. انت النهارده تيري أنري راجل كان شغال معاك وهي ونت هيز اون واي، ولا وراح طريقه بقى راجل مدرب مسك موناكو، راح مسك في الامريكاز وخلاص هيستابليش هيم سيلف، او هو خلاص خلاص بقى مانجر. في فرق خلي بالك يا حازم، ان انا النهارده ابقى واحد شغال معايا اسيستنت، هو اسيستنت بس خلاص هو مشي وطار وبقى مانجر ونجم كبير، ان انا اجيبه قبل البطوله كبيره باسبوعين ولا ادخله معايا بقى مساعد تاني. انا شايف الكلام ده مش يعني، انا بالنسبه لي كنت مستغرب ليه مستغرب من هنا ان يوافق، ولا مستغرب ان مارتينيز يجيبه، مستغرب من الاتحاد البلجيكي عموما من مارتينيز ان هو يوافق ان هو انت بتجيب واحد مره تانية يبقى موجود معاك. ليه انت تعمل تشيك اب للمعسكر؟ الناس لازم تفهم الفوز مش كوره، كوره في كوره بس في حاجات معينه. انا في رايي إن إن, ان 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 ممكن تكون حاجه من الحاجات ممكن اللي ممكن وصلت مسجز غلط. بلجيكا قلنا واحنا مع بعض المره اللي فاتت كنا بنتكلم الديفنس، الثلاثه عندهم 104 سنه، فيرتونا وفيرمالن وتوبي اندرفيرد، الثلاثه فوق سن 32 و33 سنه. وعندهم مشاكل كبيره جدا في الحته اللي ورا دي. مارتينيز مدرب طبعا كبير جدا، مدرب عايز يلعب كوره دايما من تحت، بيهتم بالاستحواذ والكاونتر بريسنج، ومدرب يعني على طريقه اسبانيا يعني. ولكن لازم يفكروا ايه الجيل الجديد اللي طالع. طيب برضه ايطاليا